سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. نسلم عليكم واحده بوحده بلا ما ننسى حتى واحده. اليوم البنات جبت لكم واحد العفسه، واحد التطبيق يعني تقدري تطلعيه من جوجل بلاي، هاي لك بلاي ستور، يرجعك خبيره في المشتريات. وشنو هاد التطبيقات؟ كاين زوج، هما كشغل يقراو الكود باغ. الكود باغ هو هذا اللي يجي هنايا، يجي هنايا في المنتجات كامل تلقاو الكود باغ هنايا. هاد خطوط بيضاء وسوداء. هنا كشغل طلعي ابليكاسيون، طلعي تطبيق يقدر يقرا لك هذاك الكود باغ وتعرفي هذاك المنتوج من اي بلد، اسكو اصلي ماشي اصلي. المهم تولي خبيره في المشتريات. هاي كاين واحد ماد ان يعطيك واش من بلاد هذاك المنتوج، وكاين هذا هاي كيو ار كود باغ، يعني تقدري تقراي به الكود باغ. تروحي لجوجل بلاي وتطلعيهم. اذا قدرت نخلي لكم الروابط تاعهم باش كيفاش نبارطاجي الروابط تاع التطبيقات، ومن بعد نحوس ونخلي لكم في صندوق الوصف. اذا ما عرفتش هاوليك اسمه ماد ان، وهذا كيو ار اند باركود هكا اسمه. دوك نوري لكم كيفاش يخدموا. اي منتوج سواء غالي ولا رخيص، يعني منتوجات كبيره منتوجات صغيره ما يهمش، داكوغ. فوالا، باسكو منين داك انت ما تعرفيش الاصل تاع هذاك المنتوج منين، بالك هو يقول لك الماني، المنتوج الماني هو تاع لاشين، دونك حيمد لك. ومنين داك يقول لك ايغور، هذاك الكود باغ كاع ما اكزيستيش، دونك سي لا كونتر فاسون، شغل الماركه هذيك ماهيش هي مقلده. داكوغ، هذا هو كيما يقولوا المبدا تاع هذا التطبيق. فوالا، بون مثلا عندي هاد الروبو هدايا مولينكس، هذا كيش يقولوا يرحي. فوالا يرحي. بون تشوفوا هنا هاد ستيلوات وليدي ضربهم بالستيلو، يعطيه الصحة. نحوسوا على الكود باغ. فوالا هاوليك الكود باغ، ودوك نجربوه. هما زعما قالك مولينكس هذا تاع فرنسا، دوك نشوفوا اسكو صح تاع فرنسا ولا لا. لا المهم نتوما كيفاش ديروا شغل هاد الخط الاحمر، ما باش راكم تشوفوه فيه، تحطوه هنايا شغل في الوسط، وهو يسكاني هذاك الخط الاحمر يسكاني. هاليك فرانس، راكم تشوفوه، هاليك مكتوب فرانس وعلم فرنسا، تسمى صح تاع فرنسا. وكاين الاخر، التطبيق الاخر، نحي راسك وسام، اي بصح باش نسكاني. وسام سكاني راسك، انتي باينه دوريجين جزائر، ماد ان الجيريا انتيا. انا لا عايشة. يا وشنو؟ انا عايشة. هاي ليك. بون نكمل لكم، بنتي هبلتني كل من نجي نسكاني تحت راسها، قلت لها تطلعي سما وتحبطي افريكانو الجيريانو، ما عندك ما ديري. دونك فوالا، التطبيق الثاني ديرو يخرج النيميرو، تقدروا ديروا لا ريشيرش، تقدروا تبارطاجيو. فوالا تقدروا تاني تواقي تنغوجيستريو النيميرو. فوالا تروحوا تحوسوا في جوجل، غير ديروا ريشيرش يخرج لكم، يديكم الجوجل، المهم يديكم السيت اللي يبيع هذاك لاباري ولا هذاك المنتوج، وتدخلوا تشوفوا كامل المعلومات. شغل هنا تقدروا تعرفوا بزاف معلومات على هذاك المنتوج، هكذا يعطيكم كامل لي زانفورماسيون بهذاك لو نيميرو، يعني هذاك المنتوج بالذات، ماشي زعما حاجه وحده اخرى. هذه هي هنايا تاني عندي هاد المقله، هاد المقله اينوكس. بون هذه صغيره باسكو انا ديجا كنت شريت الكبيره تاع لا تركي، هذه نفس الماركه تاع لا كوكوت مينوت اللي عندي، نفس الماركه هذيك هازفر، ما باش ولا نطقتها جوست. المهم انا باسكو سييت الكبيره كي عجبتني، ثقيله وطيب مليح وكامل، زدت شريت الصغيره كامل باش نطيب فيها المشوشه، باسكو نحب نصب قهوه صباح مع بالمشوشه، دونك شريت الصغيره. هذه هي، وما قلت لكمش باسكو حبيت قبل نجرب، يعني ما نحبش نقول لكم حاجه حتى نجربها مليح مليح نكون متاكده منها. فوالا تسكاني، ديري ريشيرش وتروحي تديك الجوجل، منين داك تخرجي في لا سوسيتي ديجا لي تبيع، يعني تما تعرفي المنتوج ديالك ابو بري اسكو مليح ولا لا، باسكو تشوفي يديك الشركه الام،
شغل الشركة المصنعة. دونك هنا تعرفي بلي راكي عندك منتوج حقيقي، فهمتوني؟ هذه هي. فوالا نزيد نسيو حاجات واحد اخرين. فوالا هذه صبغة الشعر. بون كي جابها لي مسعود قالي بلي تاع الترك، مي فينالمون هي تاع فرنسا. انا كنت على بالي بلي غارني تاع فرنسا، مي هو قالي تاع الترك، ومنها باسكو مكتوب بالتركية، مي هي نورمالمون تاع فرنسا، بالك موجهة للترك باش يبيعوها للأتراك، سي بوغ سا مكتوب بالتركية. هذا حديد تاني بيسك خسر لي ديالي، جاب لي حديد هكذاك برك يعني بالزربة، جاب لي واحد وخلاص مكتوب صنع في الصين، مي بصح شركة ألمانية، شغل شركة ألمانية في الصين، بيسك خرج لي تاع الألمان وتحققت يعني من المعلومات، ما وريتلكمش كلش باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. هادو هما الطباسة تاع لومينارك، كاين واحد اصلي واحد ماشي اصلي، واحد خرج لي هذا الاصلي من اللور مكتوب لومينارك، والاخر اللي ما خرج لي ماشي اصلي مكتوب ارك من اللور، كي تقلبوا ما باش ولا راكم تشوفوا، ما تقدروش تشوفوها باسكو بالابيض كشغل هكا حروف، مي كي تكون قدامكم تشوفوا. تسمى هنا تعرفوا الاصلي ماشي اصلي. هذه الكاميرا تاني درت السكاني تاعو كامل، خرجت بلي تاع الجابون، ما باش اسكو انا كنت حسبت لي تاع لا تايلاند، هي تاع الجابون. المهم هذه الكاميرا اللي يعني نصور منها، المهم يعني باش نوري لكم بلي مام المنتجات الكبيره يعني الغاليه والمنتجات اللي ماشي غاليه كامل تقدروا ديروا هذه العفسه تاع الكود. فوالا هذا مثلا نسيت لكم منتوج ماشي غالي، باكي تاع الروز هذا، يعني هذا اللي نطيب به واسمه اروز الوسام على حسب بنتي يعني. فوالا سكانيتو، انا مكتوب لي مصدر، مكتوب اروز هندي مصدر من طرف الشركه هكذا هكذا، بصح ما عرفتش منين. كي درت لقيتو بلي من السعوديه، هذه هي. انا كنت حسبات لي حسبت لي من هادوك لي بي تاع لازي، يعني كنت حسبت ليكش بلاد هكا تاع الهند ولا اندونيسيا ولا، مي هي خرجت باللي تاع السعودية. المهم يعني اي منتوج باكي سكر تقدري ديري عليه. فوالا هذه هي. وش تانيت ما طلعوش، اذا لقيتو التطبيق يقول لكم خلصوا زعما دراهم، بو انا نهضر مع اللي خارج الجزائر، باسكو عبالي داخل الجزائر حنا ما نشروش بالانترنت وما نستعملوش، ما عندناش كارت دو كريدي. مي اذا خرجت لكم تطبيق يقول لك خلصي ابونمون ولا ما تستعمليه، اذا خرجت لك تطبيق زعما يبعتك باش تشري هذاك المنتوج تاني تاع كليكي باش تشري المنتوج، بالك وهذوك التطبيقات باسكو هم كاين غراتويتمون يعني باطل، تقدري تستعملي هذه التطبيقات ماشي حتى تخلصي ابونمون. وتاني كاين في جوجل، لا كاين واحد شتو قال بلي كاين في جوجل، ما باش كيفاش، انا المهم درت بالتطبيقات. وهاوليك هدايا باغ اكزومبل المنتوج عادي تاع بلادنا باش نشوف تاع الجزائر ولا تخرج. فوالا هدايا هذاك امر اللي نمسح به الغبره. وتانيت هو مضاد للجراثيم ومضاد للدهون، يعني يقدر يقتل الكورونا، باسكو كورونا يعني لاكوش تاعها الطبقه الاخيره ديالها الفيروس هذاك فيه طبقه دهنيه، تما مليح يعني تمسحي به الاسطح وكامل، بيان سو ماشي تاع الكوزينه على كل حال. فوالا خرجت تاع الجزائر. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو اذا حبيتو. هذه هي وتبقاو على خير.